السلام عليكم أعزائي المشاهدين. استمرت الأجواء المعتدلة نهارا وتستمر كذلك خلال الأيام المقبلة، ولكن الليلة في شوية تغيير في الطقس حيث انخفاض الحرارة وتأثرنا بالمرتفع الجوي اللي هو المرتفع الجوي البحري القطبي اللي جعل شتائنا دافئ مثل ما لاحظ هذه الأيام، وهذه من الأسباب الرئيسية من الطقس الدافئ في المنطقة. كذلك بعض الكتل الحارة اللي قاعدة تأتينا أو الدافئة من القارة الإفريقية عبر السودان إلى جنوب شرق الجنوب غرب الجزيرة العربية، ومنها انتقالها لنا تقلل وترفع في الحرارة. انقطاع المرتفع السايبيري هي فترة المربعانية كذلك أساس انخفاض درجات الحرارة اللي كانت في السنوات الماضية خلت الأجواء دافئة السنة. تغير كبير في الطقس والمناخ في العالم، ليس فقط في الكويت هدف هذا، هناك موجات برد تجتاح مثلا الولايات المتحدة الآن في المناطق حتى وصلت لها الثلوج إلى ولاية فلوريدا، ارتفاع في نصف الكرة الجنوبي مثل اليوم في سيدني ارتفعت الحرارة إلى 47 درجة مئوية في الظل حيث الفصل الصيف الآن هناك، الحرارة تغيرها كبير وتستمر الأجواء نسبيا دافئة، ولكن الليلة في هناك تغير مرتفع جوي سوف يؤثر علينا بانخفاض تدريجي بالحرارة. حاليا الآن في مدينة الكويت درجة الحرارة 17 درجة مئوية ورطوبة نسبية تصل إلى 55، وهذا يجعل كذلك البرد ما نحس بالبرودة الشديدة مثل الأيام اللي كانت مربعانية وفترة المرتفع السايبيري اللي يأثر، والرؤية الأفقية ممتازة، الرياح شمالية غربية الآن بالخارج، السماء صافية، نلاحظ السحب اللي موجودة على الهضبة الإيرانية تحركها سريع جدا لأن الكتل الباردة مع الكتل الأدفأ من جنوب اللي هي المملكة العربية السعودية كذلك من البحر العرب تؤثر بتكون السحب في هذه المناطق. خريطة الطقس نلاحظ فيها امتداد المرتفع القطبي البحري مثل ما نلاحظ، هذا مصدره فيأتينا من البحر المتوسط إلى منطقتنا، ليس كالمرتفعات السايبيرية الباردة اللي كانت تنزل من الشمال إلينا فتكون قارية جافة وتعطي البرودة الشديدة، وهذا اللي راح يحصل إلى يوم الثلاثاء. امتداده نلاحظ المرتفع يعني يتحرك جنوبا ومن ثم يعود مرة ثانية، وهذا راح يعطينا الاستمرار الأجواء المستقرة في المنطقة مع الرياح الشمالية الغربية إلى فجر يوم الأربعاء، يعني في منخفض آخر نلاحظ منخفضات قلة الأمطار ابتعاد هذه المنخفضات عن منطقتنا شمالا، دائما انقطاعها وارتفاعها على الشمال تقل نسبة الأمطار، والأمطار في منطقتنا كذلك في الكويت حتى المملكة العربية السعودية وجنوب العراق تأثرت بجفاف شديد هذا العام بفعل اللي هو ابتعاد هذه المنخفضات. الليلة المرتفع الجوي سوف يؤثر بنشاط في الرياح، فلذلك نقول حق أخواننا الحداقة أخذ الحيطة والحذر، وكذلك المناطق البحرية المكشوفة قرب جارو وأم المرادم بارتفاع الأمواج ما بين 1 إلى 5 أقدام من الليلة، وتنخفض الحرارة فيكون الطقس بارد الليلة بعد منتصف الليل إلى فجر الغد، متوقع تنخفض إلى 7 درجات، والإحساس راح يكون 3 إلى 4 درجات مئوية في المناطق البرية، ومدينة الكويت توصل إلى 11 درجة مئوية، والجزر ما بين 11 درجة إلى تقريبا 16، والرياح تستمر والنشاط في الرياح وارتفاع الأمواج كذلك ما بين 1 إلى 5 أقدام، ففي اختلاف كبير. حتى الظهر هناك بعض الغبار الخفيف في المناطق البرية، ولكن المدينة تستمر في الأجواء نسبيا معتدلة، جو حلو هالأيام، يعني فعلا لاحظ حتى أجواءنا ليست البرودة الجديدة ولا الانخفاض الكبير، ولكن الاعتدال في الشتاء الدافئ المعتدل مثل ما لاحظ، والهواء يبدأ يخف خلال الليل وكذلك سرعة الرياح تخف وتنخفض الحرارة ويعود الطقس البارد، والأمواج تدريجيا بالاعتدال ما بين 1 إلى تقريبا 4 أقدام، وتغير موجود هذا إن شاء الله خلال يعني 5 أيام المقبلة بخفة الرياح وتخف الرياح تدريجيا. الساعة 3:29 صباحا راح يكون من بعد منتصف الليل المد الأول، و5 و7 دقائق راح يكون المد الثاني، 10:35 صباحا الجذر الأول، الجزر الثاني الساعة 11 والدقيقة 5 إن شاء الله راح يكون بالنسبة للجزر الثاني. أذان الفجر الساعة 5:18، لن سهل أيام، يبدأ النهار يطول مرة ثانية والليل يقصر وشعة الشمس زاويتها ترتفع، وهي كذلك لها مسببات رئيسية كذلك بارتفاع الحرارة ظهرا خلال الظهر، تشوفون الدفء اللي موجود هالأيام، شروق الشمس الساعة 6:43 والغروب الساعة 5:07 إن شاء الله. بالنسبة للأيام المقبلة هناك غير في الطقس، نلاحظ يعني اليوم تقريبا غدا وبعد غد 22 إلى 23 درجة، الهواء الشمالي الغربي مستمر، نشاط في الرياح فوق 40 إلى 45 هباتها، بالبحر توصل إلى 50 كم/ساعة، شوية غبار خفيف، انخفاض الحرارة بالليل 10 درجات، يوم الأربعاء تخف الرياح
والأجواء مشمسة، ما في سحب كثيرة عابرة، فقط يوم الخميس تظهر بعض السحب 16 تخف الرياح وترتفع الحرارة، لاحظ الارتفاع إلى 24. يعني حتى اشتاءنا السنة هذه في هناك دفء ملحوظ واستمرار لهذا الدفء إلى ما بعد منتصف شهر واحد. نتمنى الأمطار والغيث إن شاء الله في يعني الأشهر المقبلة مثل شهر 2 فبراير وكذلك مارس بإذن الله تعالى. تنتهي نشرتنا، نتابع معكم درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية، تابعوا معنا على الشاشة.